في الحلقة السادسة من سلسلة معالم من بلدي، ما زالت كاميرا يافا 48 تحلق فوق حي أبي كبير هناك حيث مقبرة المدينة الإسلامية الوحيدة طاسو. تقع المقبرة في منطقة حي أبي كبير شرقي مدينة يافا المجاور لحي تل الريش، حيث تصل مساحتها نحو 82 دونم تم تسجيلها كوقف إسلامي عام 1936. لطاسو هذه قصة وعبرة تعود بنا إلى عام 1932، حيث سعت البلدية ودائرة الأوقاف الإسلامية في تخصيص قطعة أرض لدفن موتى المسلمين بعد أن توقف دفن الموتى في مقبرة المدينة الكزخانة التي استغرقت بالكامل. ولهذه الغاية فرضت بلدية يافا في حينه ضريبة إضافية على السلع والمقتنيات لتوفير الأموال في شراء بيارة من عائلة يافية مسيحية تدعى طاسو لصاحبتها السيدة وردة طاسو. يروي أهل المدينة أن عائلة أبو خضر اليافية الثرية كان لها حصة الأسد في مساهمة سخية لشراء هذه البيارة التي حولت فيما بعد إلى مقبرة إسلامية. إذن هي بيارة مثالية بمكوناتها، تشمل بئر ماء كبير وقنوات ماء سطحية ومخازن ومصلى وملجأ، علاوة على خصبة تربتها. في عام 1973 عبثت اللجنة الحكومية التي عرفت بلجنة الأمناء بقدسية المقبرة، حيث باعت نصف المقبرة بمساحة 40 دونم بصفقة مشبوهة بقي طي الكتمان إلى أن تم فضحها عام 1982. وهنا جاءت فكرة تأمين المقبرة ببناء سور إسمنتي يحيط بالمقبرة المهددة بالاندثار. في عام 2002 أطلقت الهيئة الإسلامية في يافا مشروع تطوير وتعبيد مقبرة المدينة طاسو في إطار مشروعها ترتيب فكرة دفن الموتى وحث المسلمين على ضرورة دفن موتاهم في القطعة المتنازع عليها. في يافا لم يسلم الأحياء من الملاحقة والتضييق، فإن للميت نصيب يطارده عند لحده، فإن سجل طاسو مليء بالانتهاكات والتدنيس، كان آخرها هدم بلدية تل أبيب معرشات مقبرة طاسو التي كانت تستخدم لحماية المعزيين والمشيعين من مطر الشتاء وحر الصيف. وما زالت محاولات طمس المعالم والمقدسات في هذه المدينة سار حتى يومنا هذا، وما زال أهالي المدينة متمسكون بحقهم ومقدساتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.